أمس سيسجل الجزيرة في هذه المواجهة وفي هذه القمة المثيرة. النهاية لست كل يوم، ولكن ينتظرون في هذه الليلة من أين ستوك الكتف هنا على هذه المواجهة وعلى هذه القمة المستمرة. أرجع كرة في وسط الميدان لأبناء الجزيرة، هنا أبناء الجزيرة ينتظرون، هنا أبناء القريات ينتظرون في هذه الفترة وفي هذا الشوط الرياضي. بينما الكرة مرت، الركنية القادمة، الركلة الأولى لأنصار الجزيرة في هذه المنافسة وفي هذه القمة المنتظرة. إذا الآن نتابع الركنية القادمة لأنصار لاعبين الجزيرة في الشوط الرياضي الأول في الحصة الرياضية الأولى. هدف الاسمين، هدف الفريقين، ولكن ننتظر عبراته في الخواتيم هنا على هذا المساء الجميل. ترجع الكره للحارس، يؤمن في هذه اللعبه ويؤمن ايضا في هذه الكره الماضيه في هذه المواجهه الجميله وفي هذا الشوط الرياضي الاول، الحصه الرياضيه الاولى. اليوم من سيفرح واليوم من سيكون عابر؟ عبد الرحمن واحد، اربع سعود احمد، 23 اللاعب وليد حمزه المولد، 24 اللاعب عبد العزيز يحيى، رقم 10 ابراهيم، رقم 12 حسن محمد حسن، 14 مروان فؤاد، 8 ولكن بعد الضربه والكره الراسيه التصديد، ولكن ارجع على خطا السيد احمد سليمان، هناك يشير على مخالفه لانصار لاعبين الجزيره في هذه المنافسه. مروان فؤاد 14، 8 جبريل مالهم، رقم 27 حمزه ابو بكر، رقم 7 انس خالد يوسف. هذه الاسماء، هذه الارقام، هذه العناوين لفرقه الجزيره، لابناء الجزيره. اطلع الاسمر، ابن التعديل يا ولد، ولكن مقطوعه من ابناء كتيبه طليعه البريات في هذه المواجهه الجميله. ارجع كره عرضيه، اي قتال الان، اي متعه الان على هذا الشوط الرياضي وفي هذه الحصه. اذا اصلاح احمد، 3 يوسف، رقم 16 يوسف احمد، عبد الله موسى 5، 13 فيصل، 4 اللاعب مصطفى صديق، 18 اللاعب عبد الله موسى، رقم 15 محمد سعيد، 22 عبد الله حاج، رقم 15 في المقدمه. هناك لاعب كاس عثمان، هذه اسماء الاسمين، هذه اسماء الفريقين، هذه اسماء الكبيرين، هذه اسماء القناصره في ارضيه الميدان. ترجع الكره ممتازه والهجمه لبانه والانطلاق الان عن طريق ابن الهدف الاول، ولكن دفاعات الجزيره من تمنع بالقتال، هنا يدافعون من اجل عدم استقبال الثاني في هذه المواجهه وفي هذه الفتره الرياضيه. اطلع على كره ممتازه للتخليص عن طريق اللاعب الثلاثة يوسف الجدعاني، بينما الكره مستمره على هذه المواجهه المثيره وعلى هذه المباراه الختاميه لمن سيلمع ولمن ستدمع العين في هذه المواجهه الجميله. هل لرفقاء الجزيره ام لرفقاء الطليعه في هذه المواجهه؟ ارجع الكره ممتازه والركله هذه المنافسه. يطلع القائد الان على التنفيذ على هذه الركله القادمه، تلعب كره عرضيه ممتازه لابناء الطليعه، ترجع في وسط الميدان، يطلع 11 عرضيه، كره لاعبين طليعه، يطلع اللاعب محمد سعيد، محمد سعيد تعدى في الاولى والثانيه باصه في وسط الميدان، هي باصه يا ولد، هي كوره يا ولد، والراسيه بانا والثاني مرت، الثانيه لم تسكن الشباك، الله يا بانا، الاسمر كفن يؤكد بالرصاصه الثانيه لفرقه لاعبين الفريات، ولكن مرت الكوره، هناك من يتالق، هناك من يمنع، هناك من يرفض. عبد الرحمن حارس فرقه لاعبين الجزيره في هذه المواجهه وفي هذه القمه المنتظره. اذا الان نتابع الضربه والركله القادمه لصالح لاعبين الجزيره. نتابع الان الكره القادمه، تلعب كره عرضيه في وسط الميدان، ارجع كره ممتازه عن طريق اللاعب 16، ترجع كره لصالح لاعبين فريق طلعه القريات هنا في هذه المواجهه. ارجع الراسيه، الدربكه والبحث من اجل الكوره هنا في هذه المواصله وفي هذه اللعبه ام في هذه الساحره الصغيره. الساسوا هناك في الرومان واليونان وبداوا حديثا ليتكلموا ليحكوا عن هذه الصغيره، اصبحت روايه عالميه فتكاد لا تمر في اي مكان او في اي زمان او في اي عنوان دون ما تجد ما تشاهد من يساول اللعبه الشعبيه الاولى في العالم. هنا يجتمعون، هنا يتحدثون من اجل ذو الاثنين، ولكن من سيرفع الذهب ومن سيرفع الفضه هنا على هذا المساء في ليله الامس؟ هناك في منزل الاستاذ عثمان الجامبو تابعنا الذهب وشاهدنا الكاس، وكنا نتمنى ونقول من سيرفع الكاس
في هذه الليلة وفي هذه الأمسية الجميلة. هنا قد يفتقد اسم، هنا قد يبقى اسم، ولكن بضعف. هنا في استاد البران وسابقا ميدان المفاجأة، خطأ القادم لأنصار الكريات، كرة عرضية، الدور كرة ممتازة راسية، أرجع الكرة ضربة مرمى على الحصة الرياضية الأولى، هدف لهدف، النتيجة الإيجابية ما بين الاسمين، ولكن هناك من سيعبر، هناك من سيرفع الثاب، هناك من سيرفع الكاس، هناك من سيبتسم في هذه الأمسية الجميلة وفي هذه القمة الجميلة. النهائي الأول هنا على هذا المساء، أيضا هناك سارة في هذا المساء في دورة تجبرتب اليوم لقاء سجمع فريق أكاديمية بغزي، أيضا هناك نجوم رمزي في مواجهة أخرى وسارة أخرى في أستاد الزمالك، ولكن هنا على هذه المواجهة والثاني، الثاني يضيع، الله من تصدي، أي حارس يا ولد، أي إبداع يا ولد، أي روح يا ولد، كيف يتصدى للأولى في الثانية أوكي، والثالثة يقول لا، أنا غار ولن تكون السوبر ستار، لن تكون السوبر ستار، يا ابن الغواصات الصفراء، اطلع الجزائر، اطلع فريق الجزيرة الجزراوية، أرجع الكرة ممتازة، وقد تنجح فعاليات هذه الدورة بأصوات نجوم، بأصوات حناجر من بعد، يستمرون في هذه الدورة من أجل نجاح دورة العصر لهذا العام، والأسمر الخطير يباصي كورة ولكن ترجع عرضية، لا نترك المايك للرحالة المكية. تمام المصطفى الشوالي وكذلك خالد مكي، مشاهدينا الكرام متابعينا، العودة لمجريات هذه المباراة والعودة لمجريات القمة، هنا أرضية عكسية لكن الكرة الماضية مرة جانبية وعدت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية لوعي دورة العصير الأولى للفئات السنية، نجاحات كبيرة لهذه البطولة رغم أنها تقام لأول مرة، البطولة التي تأتي كواحدة من أفضل البطولات للفئات السنية بفكرة حاضرة من الأستاذ عثمان جنبو، الرجل الذي حضر بهذه الفكرة، ونتمنى أن تتواصل، وهي فكرة ولدت من أجل التواصل، هنا أرضية في مكان، لكن الكرة الماضية تتخلص، وسافرة الحكم أحمد سليمان حاضرة، الخبير التحكيمي وصاحب الصولات والجولات هنا في مدينة جدة وفي الملاعب الجداوية، خط الآن يأتي لمسرحة الجزيرة، والجزيرة تأخر، ثم بعد ذلك استطاع العودة للتعديل، هنا خطأ ضربة حرة مباشرة، حضور جماهيري لم يكن بالصورة المطلوبة والصورة المتوقعة، لكن يوم الجمعة هو يوم تفرغ لأكثر، أو هو يوم يتفرغ فيه الجميع، لذلك البعض يفضل ممارسة السهرة المستديرة في مثل هذه الأوقات، من الطبيعي جدا تغيب الجمهور، هنا كرة محاولات الآن، لكن الكرة الماضية كرة تعدي إلى خارج أرضية الملعب،